مساء الخير. هنعمل النهاردة المافن الشوكولاتة. هو يعني هو شوية مختلف عن الكب كيك في يعني في كام حاجة كده، بس هنبدأ بالمقادير الأول وهقول لكم الاختلاف بينهم ايه. أول حاجة 3/4 كوباية حليب بس يكون دافي شوية أو سخن، و3/4 كوباية سكر برضو، و1/3 كوباية زيت، و1/3 كوباية كاكاو، وبيضتين، ومعلقة بيكنج باودر، ورشة ملح، وفانيليا. وهجهز كمان يعني كوباية مثلا مليانة قطع شوكولاتة أنا عاملاها دارك وعاملاها من اللي هي بالحليب. طبعا الكوباية ونص دقيقة هيكونوا منخولين، وأنا هنخل فوقهم كمان 1/3 كوباية كاكاو، ده أساسي طبعا لازم يتنخلوا فوقهم. وبعد كده هحط البيكنج باودر والبيكنج باودر بس، وأسيبهم على جنب، وبعد كده بقى هبدأ بالسوائل. هبدأ بقى بالبيض، هحط البيض والبيضتين والفانيليا و3/4 كوباية السكر، واضربهم بالمضرب اليدوي يعني كويس مع بعض. هفضل اضرب فيهم كتير جدا لحد ما السكر يدوب والخليط نفسه يبيض وتحس ان هو بقى تقيل شوية. هو السمك بتاع الخليط كده كويس ولونه كويس، هضيف الزيت وهضيف اللبن وقلبهم كويس لحد ما يتدخلوا مع بعض كويس خالص. بعد كده هضيف البيكنج باودر على خليط الدقيق واقلبه كويس، واحط الخليط بتاع الدقيق فوقيه الخليط السايل وافضل اقلبهم شويه. طبعا هنلاحظ ان الخليط تقيل، وهو ده بقى الفرق بين المافن والكب كيك، ان المافن بيكون الخليط بتاعه تقيل شويه وبتحسوه يعني شويه الشوكولاته فيه يعني باينه قوي وتقيله. وكمان بنقدر نضيف له اي بقى حاجه، يعني ممكن نضيف له قطع الشوكولاته اللي انا هضيفها ديت، مش هنلاقيه بقى نازل تحت الكب كيك، لا هتلاقيه ماسك في الكب كيك من جوه عادي. ممكن نضيف له اللي هي جزء من الفواكه المجففه، ممكن نضيف له مكسرات، اي حاجه الاطفال بيحبوها، شوكوبون مثلا، اي حاجه ممكن نضيفها له. يعني هنلاقي الخليط تقيل فهتمسك فيها، مش هتسقط في الكب كيك، في ورقه الكب كيك من تحت. هو كمان المافن بيبقى له قوالب، بس انا حاطاه في الكب كيك عادي، يعني حاطاه في قوالب الكب كيك وفي صينيه الكب كيك عادي برضو، علشان حجمها ما يبقاش كبير قوي، لان المافن الحجم بتاعه شويه بيكون كبير. هضيف كل حاجه عليه، على الشوكولاته عليه، وهنلاقيها بعد ما هيستوى موجوده في النص في مكانها عادي خالص. هجهز صواني الكب كيك وهحط فيها الورق وهعبيه، علشان هو يعني سميك شويه، بمعلقه الايس كريم عادي هينزل معاها عادي. وفي الاخر هحط يعني فوقيه كمان من فوق شوكليت شيبس.
وطبعا احنا مولعين الفرن، ده اساسي قبل اي كيك او كب كيك او اي حاجه، مولعين الفرن على 180 درجه من أو من بدايه ما بنكون احنا اصلا بنبدا في عمل اي حاجه. كده هندخله الفرن، هيقعد تقريبا يعني من تلت ساعة لنص ساعة بالكتير قوي يعني، وهنطلعه من الفرن.